الفترة الحالية المصريين بيعتمدوا على ايه مصدر اخبارهم للخبر؟ والله في كذا مكان، في النت وفي الفيسبوك وفي الإذاعة والتلفزيون وفي الاخبار الجمهورية اللي هي الجرايد عامة، المجلات. بتعتمد بقى على ايه منهم؟ والله معظم الناس دلوقتي بتعتمد على النت، على اساس ان بتاخد بتبقى اسهل طريقة لان انا اقرا الخبر عن طريق النت. مفيش بيت ما فيهوش نت ولا انترنت ولا الكلام ده يعني، فاكيد يعني الواحد عن انترنت بيسهل كل حاجه، ممكن عن انترنت تسافر اي بلد كده يعني. السوشيال ميديا طبعا، لان معظم دلوقتي اخبارنا كلنا بنجيبها الا فيس واتس. بعض الاخبار في بعض المواقع بتجيبها صح جدا وبنسب يعني، مواقع مش كل المواقع طبعا بتختلف من موقع للتاني. المواقع الاخباريه على السوشيال ميديا والقنوات الإخبارية اللي في التلفزيون المصري. نسبة المصداقية في المواقع الإلكترونية قد ايه؟ لا تتعدى ال 20-30%. انا اعتقد ان الجرائد الورقية دي دلوقتي قليلة جدا جدا جدا. دلوقتي الانترنت تقريبا كل بيدخل عليه يعني، من سن حوالي 7 سنين دلوقتي و10 سنين لحد 50 سنة دلوقتي، كل بيعتمد على الاخبار من الانترنت دلوقتي، الفيسبوك، التويتر، اليوتيوب، الكلام اللي زي كده يعني. لذلك نسبة المصداقية دلوقتي مش كبيرة قوي يعني، بتتراوح ما بين 30. في كذا مكان، في النت وفي الفيسبوك وفي الإذاعة والتلفزيون وفي الأخبار الجمهورية اللي هي الجرايد عامة، المجلات. بتعتمد بقى على ايه منهم؟ والله معظم الناس دلوقتي بتعتمد على النت.